السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي في أول جزء يخص الـ Satellite Communication System، وهندي مقدمة وهندي شوية عن الهيستوري بتاع Satellite Communication. طيب نبتدي الأول نعرف إيه هو الـ Satellites. هنلاقي الـ Definition ده ممكن يكون عندنا Old Definition و Definitions المعتاد أو الـ Conventional دلوقتي اللي الناس بتستخدمه ومعظم الناس بقت عارفاه. What is the meaning of satellite? A satellite is a smaller object that revolves or rotates or orbits around a larger object in space like celestial bodies. يعني بيبقى عندي في جسم صغير، الجسم ده بيدور أو بيلف أو بيوربت حوالين جسم كبير في الفضاء. والساتلايت أو الجسم الصغير ده ممكن يكون حاجة ناتشورال، ممكن تكون حاجة ارتفيشال، ممكن تكون حاجة موجودة في الطبيعة اوريدي زي الأقمار، الطبيعة الكواكب زي القمر بتاع كوكب الأرض أو الأقمار التابعة أو اللي بتلف حوالين المشتري. في الحالة دي نقول ده أوبجكت صغير بيلف حوالين جسم أكبر منه في السبيس، فنقول ده اسمه ناتشورال ساتلايت، جسم طبيعي بيلف حوالين جسم أكبر منه، أو إن هو يكون artificial زي الأقمار الصناعية artificial اللي إحنا نتكلم عليها في الكورس بتاعنا، وإن كانوا كلهم بيتشاركوا في مجموعة من القوانين اللي بتحكم حركتهم كلهم، وهنتكلم على الأجزاء دي بالتفصيل في المحاضرة الجاية. طيب يبقى الساتلايتس ممكن تكون artificial ممكن تكون. طيب ايه الديفينيشن بقى اللي الناس معتاده عليه للساتلايت في الايروسبيس او الحاجات اللي تخص الفضاء؟ ساتلايت از سبيسيفيك، احيانا بيسموها سبيس كرافت، لانشد باي هيومنز اند اوربت ايرث اور انذر سيليستيال بودي. يبقى احنا ممكن يكون القمر الصناعي بتاعنا ده هو عباره عن مركبه او جسم الانسان عمل له لانشينج حوالين كوكب الارض او حوالين المريخ او حوالين اي جسم نقدر نوصل له او جسم اكبر او كوكب نقدر نوصل له، ويبتدي ان هو يلف حواليه او يوربت حواليه او يفولف. طيب الفكره الاساسيه دي جت لنا منين؟ الشيء الغريب ان اول ذكر لعمليه استخدام جسم ارتفيشال او ارتفيشال ساتلايت عشان يبتدي الناس تستخدمه في عمليه الكوميونيكيشن ان هو ظهر في روايه قبل ما يظهر في مجتمع علمي او في بحث علمي. فعندنا في حاجه اسمها روايه اسمها ذا بريك مون. ذا بريك مون دي روايه للكاتب الامريكي ادوارد هيل، دي اتنشرت سنه 1869. 1869 دي كان قبل فتره كبيره جدا من بدايه ظهور الأقمار الصناعية. يبقى احنا بداية ظهوره كان في رواية خيالية اسمها The Brick Moon. طيب What is the meaning of communication satellite؟ احنا اتكلمنا عن definition بتاع satellite ان هو جسم بيروتيت حوالين object اكبر منه زي الارض او زي كوكب تاني، ويبتدي ان هو يستخدم في استخدامات مختلفة. طيب ال communication satellite a man-made electronic bit around Earth whose prime objective is to initiate or assist another through space. يبقى لو احنا نتكلم على communication satellite بواجه خاص، فهو احنا عندنا electronic communication system او package او device بيتحط في الاوربت حوالين الارض، والobjective بتاعه ان هو يا اما ان هو ينشيت عمليه كوميونيكيشن من السبيس، مثلا زي التطبيقات اللي هو القمر الصناعي مستخدم عشان يرصد ظاهره معينه، مثلا بيعمل ريموت سينسينج، بيبتدي ان هو يراقب مثلا حركه الامواج، بيراقب الحرائق الغابات. يبقى هو هنا بينشيت عمليه الكوميونيكيشن، هو عنده سينسينج بيبتدي يطلع معلومه ويبتدي انفورميشن، يبتدي يعمل لها ترانسميشن للجراوند ستيشنز او اليوزرز اللي محتاجين الانفورميشن دي. ممكن استخدام اخر وهو الاكثر او اللي بدا بيه استخدام الاقمار الصناعيه الارتفيشال ساتلايتس، هو عمليه ان هو بيشتغل كاليبيتر، هو بيأسست الكوميونيكيشن ما بين نقطتين على سطح الكوكب ما يقدروش ان هم يعملوا كوميونيكيشن ما بينهم وبين بعضهم نتيجه بعد المسافه اللي ما بينهم، فيبتدي ان هم ما فيش لاين اوف سايت ما بينهم نتيجه بعد المسافه، يبتدي ان واحد منهم زي ما قدامنا في الصوره ان هو يبتدي يبعت السيجنال او المسج بتاعته للساتلايت، والساتلايت يبتدي ينزل السيجنال او يبعتها مره تانية للطرف الاخر اللي ما فيش لاين اوف سايت ما بينه وما بين السورس او ما بين المصدر بتاع الانفورميشن. طيب the first practical concept of geostationary satellite communication was proposed by Arthur Clarke.
in a paper titled Extraterrestrial Relay, Can Rocket Station Give Worldwide Radio Coverage؟ طيب أول فكرة أو أول اقتراح علمي عن استخدام نوع محدد من الأقمار الصناعية بنسميها الجيوستيشنري ساتلايت. الجيوستيشنري ساتلايت دي نوع معين من الأقمار الصناعية بيكون في مدار وبيظبط سرعته دي بتتظبط بحيث ان هو يكون بيلف حوالين الارض بنفس سرعه دوران الارض حوالين الاكس بتاعها او حوالين نفسها. ففي الحاله دي القمر الصناعي كانه بيمشي مع حركه الارض بالظبط. ففي الحاله دي اي بوينت على الارض شايفه القمر الصناعي تفضل شايفاه طول الوقت لان هو بيلف بنفس سرعه دوران الارض حوالين نفسها. طيب القمر الصناعي اللي بيحقق الكونديشن ده بنسميه الجيوستيشنري ساتلايت، وهنتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرات اللي جايه. لكن ده كان اول بروبوزال علمي ليوضح اهميه المدار ده او النوع ده من الاقمار الصناعيه اللي بتمشي في الجيوستيشنري اوربت او المدار اللي موجود حوالين الارض. وده سنه كان اتنشر في مجله الوايرلس وورلد ماجازين سنه 1945. احيانا بيسموه الكلارك اوربت نسبه الى العالم اللي هو اقترح استخدام المدار ده بالذات في عمليه الاتصالات باستخدام الاقمار الصناعيه. طيب يبقى ده كده المينينج بتاع الكوميونيكيشن ساتلايت، ان هو بيبتدي اسيست او بينيشيت كوميونيكيشن ما بين بوينتس مختلفه على سطح الارض. طيب ايه الابلكيشنز بقى اللي ممكن نستخدم فيها الساتلايت؟ عندي ابلكيشنز كتير وطول الوقت الابلكيشن دي بيطلع لنا حاجات جديده واستخدامات جديده. على سبيل المثال مثلا قدامنا ان احنا نستخدمه في الكوميونيكيشن بيربس، ان احنا نستخدمه في عمليه الاتصالات ما بين نقاط مختلفه على سطح الارض. ممكن استخدمه في عمليه اللوكاليزيشن، انا بعمل بوزيشننج، عندنا اكتر من مجموعه من الاقمار الصناعيه بتعمل حاجه اسمها الجلوبال بوزيشننج سيستم. فنلاقي ان في الجي بي اس النظام الامريكي، وعندنا في نظام اوروبي، وعندنا نظام صيني، عندنا اكتر من كونستليشن او من مجموعه اقمار صناعيه بتطلق في الفضاء وبتستخدم مع بعضها عشان نعمل حاجه اسمها بوزيشننج او لوكاليزيشن باستخدام الاقمار الصناعيه. عندنا استخدامات عسكريه سواء كان في تجسس او استخدامها في الجايدنس بتاعه الصواريخ او متابعه اهداف عسكريه، كل الحاجات دي ليها استخدامات عسكريه مختلفه للاقمار الصناعيه. التنبؤ بالطقس الويزر فوركاستنج اللي انا بستخدمه في ملاحظه حركه السحب والرياح والامواج، بستخدم الكلام ده عشان ان انا ابتدي اعمل تنبؤ بحاله الطقس باستخدام الاقمار الصناعيه. ممكن استخدم ان انا اعمل ريموت سنسنج، ان انا استخدم الاقمار الصناعيه نفسها ان هي تديكت وجود معادن او تديكت ظواهر مختلفه في الانفايرمنت، نعمل بيها انفايرمنت مونيتورنج، مثلا اعمل بيها مراقبه للغابات عشان مثلا حرائق الغابات او الديزرت عشان وجود مثلا عمليه التصحر، ممكن ابص بيها على المناطق المجاوره للصحاري هل الصحاري تطغى عليها ولا لا، ممكن اراقب بيها الامواج على الشورز على الشواطئ المختلفة والحركة بتاعت الأمواج. فعندي استخدامات كتير جدا ممكن استخدم الساتلايت سيستمز فيها. طيب بيزد على الابليكيشنز دي كل ستلايس ليه استخدام هيبقى مجهز بالكومبوننت او بالسنسورز اللي بتدعم الوظيفه اللي هو معمول عشانها. فالقمر الصناعي اللي معمول للكوميونيكيشن هيبقى فيه الكترونيك سيستمز مختلفه عن المعمول لمثلا السباينج عن الريموت سنسنج. فعندنا في حاجات طبعا كومن مشتركه ما بينهم، هنتكلم على الهاردوير بتاعها في المحاضرات اللي جايه. لكن في النهايه كل قمر صناعي ليه وظيفه محدده لازم يكون equipped بالسنسورز اللي تدعم هذه الوظيفة. مثلا ممكن يكون في عندي قمر مسؤول عن تصوير مثلا، فلازم يكون عندي مجموعة من التي في كاميرز او الكاميرا سنسورز، ودلوقتي بقى في تطور كبير في موضوع الكاميرز. يبقى عندي انفراريد سنسورز لو انا مثلا بتكلم في حرارة او انا عايز اصور حاجة باستخدام الانفراريد، عندي temperature sensors، ممكن يبقى عندي multispectral scanners، عندي radiometers، ممكن يبقى عندي radars، ممكن يبقى عندي magnetometers، في عندي عشرات السنسورز اللي موجودة في أنواع مختلفة من الساتلايتس. دي examples لأنواع السنسورز اللي موجودة. طيب الكلاسيفيكيشنز بتاع الساتلايتس، عندي طرق كتير ان انا ممكن اعمل بيها كلاسيفيكيشن للساتلايتس. النهارده هنتكلم عن واحد منهم وهو السايز. السايز واحد من اهم البارامترز اللي ممكن نعمل بيها كلاسيفيكيشن او تصنيف للانواع بتاعه الاقمار الصناعيه.
طيب لو انا بتكلم على السايز، انا بتكلم على حاجه بنسميها الويت ماس. الويت ماس هي عباره عن الماس بتاعت الساتلايت انكلودنج الفولز اللي فيه. القمر الصناعي بيبقى معاها في بعض الانواع، طبعا في انواع جديده دلوقتي ما فيهاش الكلام ده، يبقى عندي يكون موجود فيها نوع من انواع الفولز، سواء حجمه كبير بقى حجمه صغير. فالويت ماس اللي احنا بنتكلم عليها هي وزن القمر الصناعي بالكومبوننت اللي موجوده فيه بالفول تانكس اللي موجوده معاه، يبقى ده كده الوزن بتاعه. طيب ممكن نقسم بقى الاقمار دول ازاي؟ ممكن نقسمهم للارج وميديوم وميني ومايكرو ونانو وبيكو وفيمتو حسب الوزن. فلاقي عندي مثلا اللارج سايز بتلاقي الوزن بتاعهم اكبر من 1000 كيلو جرام، الميديوم يبقى من 500 ل 1000، الميني من 100 ل 500 كيلو جرام، المايكرو من 10 ل 100 كيلو جرام، النانو عندنا من 1 كيلو ل 10 كيلو، البيكو عندنا من 100 جرام ل 1 كيلو، عندنا الفيمتو اللي هو اصغر من 100 جرام. هل في فعلا اقمار صناعيه بالاحجام دي؟ ايوه اوريدي في اقمار صناعيه اوريدي ديبلويد بالاحجام دي، وهنتكلم عن تفاصيلها دلوقتي. يبقى احيانا بيسموا الجروب اللي هي الميني والمايكرو والنانو والبيكو والفيمتو دي بيسموها احيانا السمول ساتلايت او المينيتشر ساتلايت، اقمار مجموعه من الاقمار الصناعيه ذات الحجم الصغير، ابتداء من الميني اللي هي من 100 كيلو لحد ما ننزل للوزن اللي هو 100 جرام او 1 من 10 كيلو جرام. دي كده بنسميهم السمول او المينيتشر ساتلايتس، ودول اللي خاصين بالجزء بتاع الريبورت اللي احنا اتكلمنا عليه في الجزء الاولاني من المحاضره، اللي مطلوب منكم تتكلموا عن الانواع بتاعتهم واستخداماتهم وايه الموست ريسنت ادفانسمنت في النوع ده من انواع الستلايت والابلكيشنز اللي موجوده ديبلويد بتعمل الكلام ده. ابتدوا دوروا بقى ونشوف الدنيا بتتكلم ازاي على السمول او المينيتشر ساتلايتس دي. طيب The commercial space sector today is identified by geostationary communication satellite, which is usually large in size. احنا كلمنا من شوية ان احنا الاخ اللي اسمه الساينتست اللي اسمه كلارك ده كان اتكلم عن نوع من انواع الساتلايت اسمه geostationary satellite، وده اللي هو بيلف حوالين الارض بنفس سرعة دوران الارض حوالين نفسها، فدايما هتلاقيه ثابت في المجال. المجال ده او الجيوستيشنال كوميونيكيشن ساتلايت ده اللي بيدور حوالين الارض في اوربت اسمه الجيوستيشن اوربت، ده بيبقى على مسافه بعيده جدا، فغالبا بتلاقي الساتلايت ده بتلاقي حجمه كبير، بتلاقيه من طب هل احنا ما عندناش غير اللارج سايز؟ لا، زي ما قلنا من شويه ان احنا عندنا احجام مختلفه او سايز مختلفه من الساتلايتس، وعشان كده احنا بنحتاجها لاغراض اخرى. يبقى احنا ليه بنحتاج السمول ساتلايتس؟ فور بنحتاجها لمجموعه من الاغراض، دول منهم مثلا ان احنا محتاجين ان احنا انيبل ميشنز ات لارجر ساتلايت كودنت اكومبلش. انا مثلا عندي جامعه بتعمل مشروع بحثي على ساتلايتس مثلا، او ان عايزه تختبر نيو ايديا او نيو ابلكيشن، مش لازم ان انا اعمل اللي هو الساتلايت الواحد طن او الاكبر من 1000 كيلو عشان اتست الايديا دي، فممكن يبقى ده فور ساينتفك ريسيرش بيربز، ممكن احتاج ساتلايت حجمه صغير، ممكن احتاج ان انا اعمل بيها مش هستخدم ساتلايت واحد للكوميونيكيشن، هستخدم مجموعه من كبيره جدا من انواع الساتلايتس عشان تغطي لي مساحات مختلفه او اماكن مختلفه وكلهم يبقوا مربوطين مع بعض، فبعمل حاجه اسمها كونستليشنز اوف ساتلايتس. يبقى دي انا محتاج احجام اصغر، محتاج احجام اصغر وتبقى مربوطه ببعضها بطريقه ما، هنتكلم عن الكلام ده لما نيجي نتكلم على اللو ايرث اوربت ساتلايت او اليو ساتلايتس. ممكن اكون ان انا محتاج ان انا اوفر في الكوست بتاع الساتلايت نفسه، ان انا بعمل ساتلايت بالحجم الكبير ده ال 1000 كيلو غير لما اعمل ساتلايت بحجم اصغر. ممكن يكون انا عندي كونسترينس على اللانش فيكل او الصاروخ او المركبه اللي انا هطلق بيها القمر الصناعي دي، يكون الحجم بتاعها صغير مش من انواع الضخمه اللي بتشيل الاحجام الكبيره دي. يبقى في الحاله دي انا محتاج الساتلايت بتاعي يكون ينفع يتحط او يتشال على اللانش فيكلز. السعر نفسه بتاع ان انا اطلق الساتلايت بيختلف حسب الحجم بتاعه، لان الصاروخ بيشيل حجم معين، فلو انا هقول له لا انت هتشيل 1000 كيلو غير لما هقول له انت هتشيل ساتلايت او اثنين او ثلاثه حجمهم الواحد منهم 100 كيلو او 5 كيلو او 10 كيلو، يبقى كل حاجه من دول وليها ثمن وليها سعر. السايز نفسه ممكن ان انا استخدمه عشان اصغر الحجم بما يتناسب مع الابلكيشن او الوظيفه اللي انا عايزها، بحيث ان الصاروخ نفسه يقدر يشيل في الطلعه الواحده او في اللانش الواحد عدد كبير من الساتلايتس،
فده هيوفر في عملية اللانشنج مع الشركات المسؤولة عن عملية اللانش. يبقى أنا عندي بيربس مختلفة ممكن تخليني أنا أستخدم السمول ساتلايت مش اللارج ساتلايت زي الجيو ستيشنري ساتلايتس. طيب هنتكلم في السلايد دي عن واللي بعدها عن تو كونسبتس، حاجة بنسميهم الساتلايت سوارم وحاجة بنسميها الشيب سات ساتلايت. طيب ايه هي الشيب سات ساتلايت؟ احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي عندنا تطور كبير جدا في عملية الالكترونيكس، خصوصا في عملية النانو تكنولوجي، وان انا بقيت ان انا اصغر في الحجم بتاع الساتلايت الكترونيك سيركتس، ان انا بقى عندي في نانو تكنولوجي اقدر دلوقتي ان انا اعمل الكترونيك سيركت دلوقتي شبات صغيره وقدرت. ففي الحاله دي انا بقدر اعمل الكترونيك سيركت، ممكن اعمل السب سيستم بتاعت الساتلايت على شيب صغيره، او اعمل ساتلايت كله اوريدي. دلوقتي في عندنا انواع نيتايتس اللي هي الاحجام الصغيره، بكل الساتلايت يقوم بوظيفه محدده محتاج صغير، فبدا اعمل ساتلايت شيب سات. شيب سات معناها ان انا بعمل الساتلايت كله على ودي من انواع بتاعه الفيم سلايت. لو بصينا للصوره هنلاقي الاخ اللي قدامنا ده زاك، ده في ايده ده حاجه بنسميها التشيب سات فيمتو ساتلايت. طيب التشيب سات فيمتو ساتلايت دول بيستخدموا كونسبت جديد بقى. هل انا الاخ ده كده هيقدر يقوم بالاوبريشن كامله بتاعته؟ لا، بيبقى عندنا في حاجه بنقول عليها اسمها السوارم ساتلايت او ساتلايت سوارم، مجموعة كبيرة من الستلايتس ذات الأحجام الصغيرة كلهم بيبقوا بوظيفة واحدة ومترابطين مع بعض. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ لو بصينا على اللينك اللي تحت ده، المشروع اللي الأخ ده بيشرحه عن التشيب سات فيمتو ستلايتس، هتلاقوا فيه لينك وتفاصيل كتير، عنده مجموعة من الفيديوهات هنشوف واحد منهم دلوقتي. طيب يبقى أنا دلوقتي اتكلمت عن التشيب سات، اللي هو ستلايت أو فيمتو ستلايت معمول على وان تشيب. لو بصينا في الفيديو اللي قدامنا ده هنلاقي ان انا في عندي حاجه زي كيوب، الكيوب ده بيبتدي يديبلوي، يخرج مجموعه من الساتلايت الصغيره اللي الراجل كان ماسكها في ايده، كل دول بيقوموا بوظيفه واحده، ويبتدي كل واحد فيهم سنسورز مجهز عشان يقوم بالوظيفه اللي هو اللي معمول ليها السيستم ده. يبقى في الحاله دي بقى عندنا كده مش عندي سنجل ساتلايت، عندي ساتلايت سوارم. انا عندي بلانش، ا جروب اوف ساتلايتس designed to work together to perform task. طيب هل دول كده انا ينفع اطلقهم لوحدهم؟ لا، بيبقى معاهم حاجه بنسميها اللارج ساتلايت او ماذر ساتلايت او ماذر شيب. هو عباره عن جسم ساتلايت مجهز بامكانيات ارسال اعلى، وبيبقى فيه اماكن ان انا اقدر اعمل فيها دوكينج، او بيركب فيها الساتلايت الصغيرين دول يخرجهم ويرجع يطلبهم تاني عشان يدخلوا له مره تانيه لو ما بقاش محتاج ان هو يعمل لهم الديبلويمنت. يبقى ده كده بنسميه السوارم ساتلايت، واحيانا بيحتاج معاه المذر ساتلايت او مذر شيب ساتلايت عشان يبتدي يديبلوي مجموعه الساتلايت دي عشان تقوم بالوظيفه بتاعتها. يبقى من هنا اتكلمنا عن الشيب سات ساتلايت، واتكلمنا على الساتلايت سوارم. طيب الكيوب سات ساتلايت، هتلاقي بعض المراجع او بعض الكتب بتتكلم عن نوع من انواع الساتلايت اسمها الكيوب سات ساتلايتس. الترم ده غالبا ما بيستخدم مع النانو والبيكو ساتلايت اللي احنا قلنا على احكامهم في الجدول اللي فات. دول كده احيانا بنطلق عليهم الكيوب سات ساتلايت. اشمعنى الكيوب سات ساتلايت؟ بيبقى في السايز بتاعه ان هو الساتلايت بيتعمل في حجم كيوب، طول في عرض في الارتفاع بتاعه، وغالبا ما بيتعمل ان هو بيبقى 10 سم كيوب دايمنشن، يعني 10 سم في 10 سم في 10 سم، والوزن بتاعه غالبا ما بيعديش الكيلو او ماكسيمم كيلو تلت، حاجه زي الرقم اللي مكتوب قدامنا 1.33 كيلو جرام. والستاندرد دايمنشن بتاعه اللي هو بيسموه ال 10 في 10 في 10 سم. ده كده البيزك كيوب سات، او احيانا بيسموه ال 1 يو كيوب سات، يعني 1 يونت. ده كيوب سات معمول من 1 يونت، الدايمنشنز بتاعتها 10 سم في 10 سم في 10 سم. طب هل السايز ده هو بس المتاح؟ لا، احنا ممكن نعمل كيوب سات كسكيلابل. سكيلابل يعني بنعمل انكريمنت في السايز بتاعه، ممكن نكبر الحجم شويه. طب بتكبره ازاي؟ ان هو بيكبر 1 دايمنشن من الساتلايت. لو انا قلت لك
الساتلايت ده عباره عن 2 يو او 3 يو او 4 يو، معناها كان انا في دايمنشن منهم هو اللي بكبره والتانيين الاثنين التانيين بيفضلوا ثابتين. فلو قلت لك 2 يو ده معناه كده ان الدايمنشن بتاعه 20 في 10 في 10، 3 يو معناها ان 30 في 10 في 10 سنتي، وهكذا. ده كده اللي بنسميه الكيوب سات ساتلايت. وغالبا السايز ده اللي بتلاقي معظم المشاريع البحثيه او مشاريع التخرج بتاعت الطلبه في بعض الجامعات اللي بيتكلموا على ان هم بيعملوا البروجكت بتاع ساتلايت، بيبقى حاجه بالشكل ده. بنعمل كيوب سات ساتلايت بحجم صغير، سواء كان بقى 1 يو 2 يو 3 يو حسب الامكانيات بتاعت الفابريكيشن. انت هتقدر تصغر الكومبوننت اللي انت عايزها عشان تبيلد الساتلايت بتاعك لحجم قد ايه. طيب ده كده الكيوب سات ساتلايتس. يبقى احنا اتكلمنا على يعني ايه ساتلايت، اتكلمنا يعني ايه ساتلايت كوميونيكيشن، استخدمنا على انواع السنسورز اللي ممكن الساتلايت يشيلها، بعض الابلكيشنز اللي ممكن الساتلايت يقوم بيها، واتكلمنا على الكلاسيفيكيشن بيزد على السايز. هنبتدي دلوقتي نرجع شويه هيستوري كده لباقي المحاضره، نتكلم على عمليه التطور لحد ما وصلنا لانواع الساتلايت اللي موجوده دلوقتي. فبداية احنا قلنا ان فكرة الستلايت بدأت برواية في 1800 حاجة واربعين. طب امتى بدأ يبقى في ساينتيفيك ريس، في سباق عشان نبتدي نعمل الستلايتس؟ بدأ الكلام ده مع البروبوزل اللي قدمه ارثر كلارك في البيبر بتاعته في المجازين، وده كان سنة 1945، يعني تقريبا بعد 100 سنة من الرواية تقريبا، يعني تقريبا 100 سنة من الرواية دي. وده كان اقترح ان احنا ممكن نستخدم اوربت محدد عشان نحصل منه على حاجه نسميها الان انتربتد كوميونيكيشن سيرفيس اكروس ذا جلوب، ان انا اقدر احقق كوميونيكيشن ان انتربتد، يعني طول الوقت عندي ستلايت موجود عشان اقدر مثلا اوصل ما بين اوروبا وامريكا. كان الفكره الاساسيه ان انا بعمل حاجه بنسميها ترانسلينك ما بين امريكا واوروبا، وكانت الفكره ان انا استخدم الجيو ستيشن ساتلايت ده عشان اعمل الكوميونيكيشن دايما يبقى موجود، هو انا شايفه والطرف الثاني شايفه في نفس الوقت، نتيجه ان هو على ارتفاع عالي جدا. يبقى ده كده كانت الفكره العلميه الاولى لاستخدام الجيو ستيشنري اوربت او الجيو ستيشنري كوميونيكيشن ساتلايت. طيب الفكره دي عشان تتنفذ بدانا نشوف احنا اصلا عندنا امكانيه ان احنا نرفع اجسام لارتفاعات عاليه ولا لا. فبدأت الفكرة ان هم يحاولوا يستخدموا هل نقدر نعمل سينسينج او نقدر نبعت الكترونيك كومبوننت لارتفاعات عالية، فبدأوا يستخدموا الهوت اير بالونز والصواريخ. الصواريخ اللي كانت بتستخدم في الحرب العالمية عشان يبتدي يضربوا بيها، بدأوا انه الصواريخ دي بتطلع ارتفاعات اعلى، طب ليه احنا ما نعملش تطوير للصواريخ دي عشان تقدر تطلع ارتفاعات اعلى ونبعت معاها الكترونيك كومبوننت تقوم لنا بمثلا اوبزرفيشن اريال اوبزرفيشن من ارتفاعات عاليه على سطح الارض، نلاحظ الاتموسفير، نبعت رسائل من فوق. فكان اول صاروخ بداوا ان هم يفكروا في استخدام الاستخدامات العلميه ليه، ان هو يشيل ساينتفك انسترومنت في الابر اتموسفير، ده كان الصاروخ اللي اسمه A4. الصاروخ ده A4 ده بدأوا يستخدموه استخدامات علمية سنة 1946 بعد سنة واحدة من البروبوزل بتاع أرثر كلارك. الصاروخ ده كان استخدموا السنسورز اللي بعتوها معاه والساينتفك اكويبمنت عشان يعمل ريكورد للكوزميك راي فلكس، وده طلعوا له ارتفاع 112 كيلومتر اللي موجود في الصورة معانا. طيب التطور الثاني كان مع حاجة اسمها بنسميها الباسيف ريفليكتور. احنا مش قادرين نطلع لسه صواريخ او نطلع اجسام تطير تطلع ارتفاعات عالية زي ما في اللي اقترحه أرثر كلارك، لان ده كان مفروض ان هو اقتراح ان هيبقى على ارتفاع 36000 كيلومتر خارج الغلاف الجوي للارض. فاحنا ما عندناش حاجة توصل للارتفاع ده. طب هل في حاجة موجودة على ارتفاعات عالية نقدر نستخدمها؟ بدأ ان هم يفكروا في حاجه بنسميها الباسيف ريفليكتور از ساتلايت. الباسيف ريفليكتور سمبل تايب اوف ساتلايت ذا باسيف ريفليكتور which is a device that simply bounces signal from one place to another. يعني ان احنا نستخدم جسم يكون موجود على ارتفاع عاليه، هو مش هيعمل حاجه غير ان احنا هنبعت له الاشاره او المسج، احنا هنبقى شايفينه نبعت له الاشاره، الاشاره دي ترتد عليه وتروح لمكان تاني ليستقبل الرساله ويبتدي يعمل لها ديتكشن. طيب
يبقى الباسيف ساتلايت ده بيرفلكت سيجنال باك تو ايرث از ذير ار نو جين ديفايس، ما عندوش جين ديفايس، ما عندوش حاجه بتامبليفاي ولا بتموديفيكيشن ولا بتعمل سيجنال بروسيسنج، هو جاست حاجه بترفلكت السيجنال اللي احنا نبعتها. طيب اول حاجه كانت موجوده قدامهم ايه؟ احنا مش عايزين نطلع حاجه، احنا عايزين نستخدم اللي موجود. فكان عندنا المون، القمر بتاعنا ده كان هو الناتشورال ساتلايت اللي كان بيستخدم عشان يعمل ريفليكشن للإشارة. يبقى المون باسيف ساتلايت، الفكره دي حاولوا يستخدموها سنه 1954 اليو اس نيفي او البحريه الامريكيه استخدموها في ان هم يبعتوا فيرست مسج اوفر ذا ايرث تو مون تو ايرث اجين، استخدموا القمر الصناعي عشان استخدموا القمر كباسيف ريفليكتور او باسيف ساتلايت عشان يبعت رساله من الارض للقمر والقمر يردها تاني للارض، ودول قدروا ان هم يبعتوا بيها او يستبلش بيها كوميونيكيشن ما بين العاصمه بتاعتهم واشنطن دي سي وهاواي سنه 1956 لحد سنه 1962، استخدموها كلونج رينج او لونج ديستانس راديو ما بين المكانين دول. لكن طبعا القمر مش موجود في المكان بتاعه ثابت طول الوقت، القمر بيتحرك، يبقى انا الكوميونيكيشن باستخدام الباسيف او المون باسيف ريفليكتور هيبقى انتربتد وانريليبل كوميونيكيشن، يبقى احنا محتاجين وسيله ثانيه، محتاجين حاجه ثانيه احنا بنستخدمه طول ما هو موجود فتره الليل طول ما هو ظاهر لينا. طيب يبقى احنا الباسيف ريفليكتور دي كانت فكره مبدئيه باستخدام ان احنا نستخدم الحاجه اللي اوريدي موجوده معانا. طيب ده كده الباسيف ريفليكتور اللي هو بيعملش اي سيجنال بروسيسنج ولا امبليفيكيشن، احنا جاست ان احنا بنبعت الاشاره وترجع لنا مره ثانيه. طيب وده كده كان ناتشرال باسيف ساتلايت. طب لو انا عايز اعمل ارتفيشال باسيف ساتلايت، انا عايز اعمل جسم كده ابن حلال واطلقه لارتفاعات عاليه وان هو برضو الاشاره تروح له وترتد مره ثانيه، يبقى في الحاله دي الميزه في الحاله دي ان انا مش هبقى عايز أجهزة إلكترونية معقدة، أنا في النهاية أنا مش هعمل حاجة، أنا بس هحط هو يرفلكت السيجنال مرة تانية. يبقى ده كده الساتلايت بتاعي أو الارتفيشال باسيف ساتلايت. طيب ده ما فيهوش، المفروض إن هو ما فيهوش باور، إن هو ما بيعملش بروسيسنج، لكن هو فعليا بيبقى فيه بعض الباور، هو مش فاضي، مش void of power، لأن أنا في النهاية أنا محتاج أديتكت الجسم ده أعرف هو موجود فين، يبقى أنا محتاج الجسم ده هيترانسميت زي بيكون سيجنال كده، اشاره او سيجنال معينه انا اقدر الطرف اللي عايز يعمل ترانسميشن يبتدي ان هو يديتكت مكانه عن طريق الاشاره اللي ده اللي هو بيبعتها اللي هو الارتفيشال باسيف ساتلايت. يبقى هو المفروض ان هو بيكون بيحتوي جزء من الباور بتستخدم عشان تبعت البيكونز. طيب هل فعلا في حاجه اتعملت كده؟ اه في حاجه اتعملت كده وهنشوفها كمان شويه. طيب الديس ادفانتج بقى بتاعت الارتفيشال باسيف ساتلايت ده ايه؟ ان هو انيفيشنت يوز اوف ترانسميتد باور، انا ببعت السيجنال بتاعتي لمسافات كبيره عشان توصل للارتفيشال باسيف ساتلايت ده، لكن نتيجه الاتينيويشن اللي بتحصل في السيجنال والاتموسفير والمسافه الضخمه ديت والباس لوس، انا الباور اللي بتوصل هناك بتبقى جزء صغير جدا من الباور اللي انا باعتها، وانا ما بعملهاش هناك بروسيسنج ولا امبليفيكيشن ولا اي حاجه تانية، فبترجع ترفلكت مره تانية ويحصل فيها اتينيويشن تاني، فعلى ما بتوصل للديستنيشن المفروض يستقبلها بتبقى صغيره جدا جدا جدا. يبقى ده كده الادفانش والديس ادفانش بتاعت الفكره بتاعت الارتفيشال باسيف ساتلايتس. طيب الخطوه او النكست ستيب ان انا اعمل حاجه بسميها الارتفيشال اكتف ساتلايت. الارتفيشال اكتف ساتلايت ان انا ده ساتلايت هيبقى موجود عندي كيبابل اوف ريسيفينج امبليفاينج ريشيبينج ريجينيريتينج اند ريترانسميتينج انفورميشن، ان هو يعمل بقى سيجنال بروسيسنج ويعمل شويه بروسيسنج على السيجنال اللي بتتبعت له من السورس عشان يقدر يبعتها مره ثانيه للديستنيشن. دي كده كانت الفكره من وجود الارتفيشال اكتف او الارتفيشال ساتلايتس بتاعتنا. طيب مين اول الدول اللي بدات تتكلم في موضوع الارتفيشال اكتف ساتلايتس؟ دولتين، يونايتد ستيتس والاتحاد السوفيتي او السوفيت يونيون، اللي بداوا يبقى عندهم خطط لتطوير اقمار صناعيه، وبداوا الاثنين في الخطط بتاعتهم سنه 1955. خلال سنتين كان السوفيت يونيون او الروس بداوا ان هم يحققوا اول خطوه سابقين بيها الولايات المتحدة، وأمريكا بعدهم بفترة صغيرة بدأت إن هي تبعت هي كمان مجموعة من الارتفيشال اكتف ساتلايتس.
أول قمر صناعي artificial active satellite كان اسمه سبوتنيك 1، دول أطلاقوا الروس، ده اللي صورته قدامنا في الشكل اللي قدامنا ده، وده أطلق سنة 1957 بعد سنتين من الخطط اللي وضعت عن طريق الدولتين عشان يطلقوا artificial active satellites. ده كان جسمه كروي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وده كان الدايمتر بتاعه 58 سنتي، وكان مجهز باربعه انتنه بيبعتوا لو فريكوانسي راديو سيجنالز على ريجولار انترفال، والمدار بتاعه اللي كان بيدور بيه حوالين الارض اليبتيكال اوربت، كان بيلف اللفه حوالين الارض او بيعمل 1 ريفوليوشن حوالين الارض في 96.2 مينتس، والباتري بتاعته اللي كانت محطوطه فيه اشتغلت لمده 22 يوم، ده كده الاكتيف لايف بتاع الساتلايت سبوتنيك، وده فضل في الاوربت تقريبا لمده 3 شهور. طبعا الفتره دي كان لسه ما بقاش بقى فيه التشارجنج والسولار سيلز، ده كان اول قمر صناعي هم حطوا الباتريز وقال لك احنا بنجرب، ده كده تقدر تعتبره اكسبيرمنتال ساتلايتس. طيب ايه المهمه بقى اللي كان بيعملها؟ ما لازم احنا بنجرب بس عايزين نستفاد اي حاجه منه. ف it was designed to provide information on the density and temperature of the upper atmosphere، ان احنا حاطط فيه سنسورز عشان يقيس الدنستي بتاعه الاتموسفير والتمبريتشر بتاعه الاتموسفير. طيب ده كده سبوتنيك 1. بعدها اطلقوا الاتحاد السوفيتي برضو اطلق سبوتنيك 2، الرقم 2 في السيريز بتاعه سبوتنيك، وده اطلق في نوفمبر 57 برضو، اللي فات برضو اطلق في 57 وده اطلق في 57 بعدها، برضو اكسبيرمنتال ساتلايت. ده كان اول ساتلايت بيشيل انيمال، لو حد فيكم سمع عن الكلب لايكا، دي كانت اول كائن حي يطلع في اوربت حوالين الكره الارضيه، والميشن بتاعت الساتلايت ان هو شايل الكلب لايكا هنا، هو كان عايز يبروفايد انفورميشن اون ذا بايولوجيكال افكت اوف ذا اوربيتال فلايت، انا ايه التاثيرات اللي هتحصل على كائن حي لما يطلع في الفضاء. تمام، يبقى ده كده كان سبوتنيك 1 مشروع اول ساتلايت او اول اكتيف ساتلايت يبقى شايل كائن حي على السطح بتاعه. اللانشنج بتاع سبوتنيك 1 وبعده مباشرة من سبوتنيك 2 اللي عملهم الاتحاد السوفيتي قبل ما امريكا تطلع اي حاجة رغم ان هم بادئين مع بعض، ده احرجهم بشدة وخلاهم ان هم يكثفوا الريسيرش والتجارب عشان يبتدوا يلحقوا الركب بتاع التطور في الاقمار الصناعية. بهذا الشكل بدأ الامريكان يطلقوا اول قمر صناعي artificial active satellite بتاعهم في سنة 58، وكان اسمه اكسبلورر. اكسبلورر ده الباتري بتاعته تقريبا قعدت 111 يوم، وكان اول قمر صناعي يديتكت في حزام حوالين الغلاف الجوي لكوكب الارض اسمه الفان الن راديشن بيلت. الفان الن راديشن بيلت ده هنتكلم عنه بعدين، لكن ده بيبقى مضر للالكترونيك سيستم نتيجة ان بيبقى فيه بارتيكلز وانرجي بتاثر على العمل بتاع الالكترونيك سيستمز. فده كان اول قمر صناعي يريبورت وجود الاحزمه عندنا، حزامين فان الن راديشن بيلتس، وده كان القمر الصناعي اللي عمل لهم ديتكشن. يبقى ده كان اول قمر صناعي للولايات المتحده. طيب بعدها الاتحاد السوفيتي بدا ان هو يجرب سيريز بقى من الاقمار الصناعيه سبوتنيكس 3 و4 وهكذا، والامريكان بدأوا يجربوا الاكسبلورر سيريس زي الاخ الاكسبلورر 1 اللي اتكلمنا عنه من شويه، وحاجه ثانيه بيسموها الفانجارد سيريس، مجموعه كبيره من الاقمار الصناعيه، لحد سنه 1960 بدأوا ان هم او استمروا في عمليه الاكسبيرمنتال ساتلايتس لاستخدامات مختلفه. بدأوا يتكلموا عن ويزر ساتلايتس مثلا تيريوس، ده واختصار تلفزيون اند انفراريد اوبزرفيشن ساتلايت، ده كان بيعملوا اكسبيرمنتال ساتلايت عشان تطبيقات الويزر فوركاستنج، استخدامات العسكريه ومراقبه اطلاق الصواريخ، اطلاق ميداس انفراريد سيرفيلانس ساتلايت، ده ميداس ده اختصار استخدام في 1 الباسيف كوميونيكيشن ساتلايت اللي اتكلمنا عليها من شويه، ان انا يبقى عندي فيه باسيف كوميونيكيشن ساتلايت يرفلكت السيجنال اللي اتبعت له، بعته ايكو 1 ده كان باسيف ساتلايت، هنشوف صور ليه دلوقتي كمان شويه. وبداوا ان هم يعملوا اكسبيرمنتال اكتيف ريبيترز او اكتيف ساتلايت مثلا زي كورير 1 بي.
الصورة اللي قدامنا دي بتاعت تيروس 1 اللي هو بتاع الوز ساتلايت، او ساتلايت يدينا صورة تمام لانه كان ارتفاع اعلى. ده اول قمر صناعي يدينا صورة للغلاف الجوي او لكوكب الارض من الخارج. يبقى ده كده كل احنا لسه في مرحلة الاكسبرمنتيشن، ان احنا بنجرب انواع مختلفة من الساتلايتس وبنبتدي نزود الابيليتيز بتاعتها ونشوف هنجهزها بسنسورز ولا هنجهزها بايه عشان تقوم بالوظائف المختلفه اللي كل ساتلايت منهم عايزها. لسه ما دخلناش في اي استخدامات تجاريه. طيب فالصوره اللي قدامنا دي مثلا ادي وادي ايكو 1 اللي هو كان لايف سايت، الصوره بتاعته جسم كبير كروي عشان يبتدي يرفلكت السيجنال فيعمل كوميونيكيشن ما بين تو بوينت الارض. كارير 1 بي كان اكتيف ريبيتر ساتلايت، ان هو كان في اكتيف ساتلايت. والمرحله اللي بعد كده ده احنا عايزين بقى نطلع نعمل كوميونيكيشن ساتلايت. فبقى عندنا دلوقتي في نوعين من الاوربتس، وهنتكلم عن الاوربتس او المدارات هنتكلم عليهم بالتفصيل اكتر المره الجايه. الاولاني اللي بنسميه السينكرونس اوربت والثاني بنسميه الجيوسينكرون تمام. يبقى احنا دلوقتي هنعمل اعملوا نوعين من التجارب على نوعين من المدارات اللي هو الجيوسينكرونس والجيوسينكرونس. الجيوسينكرونس ان انا القمر الصناعي بيلف بنفس سرعه دوران الارض، فدايما هيبقى النقطه على الارض شايفه القمر الصناعي طول الوقت. فده ممكن استخدمه مثلا على سبيل المثال في عمليه البرودكاست بتاعت التي في. انا محتاج يبقى عندي في القنوات اللي بتبث عن طريق القمر الصناعي، انا محتاج ابقى شايف القمر طول الوقت، انا عايز افتح استقبل القناه طول الوقت، ومحتاج حاجه تكون رخيصه، انا مش عايز يبقى عندي دايما الريسيفر مثلا في القنوات التلفزيونيه بتاعتنا بنثبت الريسيفر على اتجاه، مش دايما هقعد كل شويه اقعد اتراك القمر الصناعي راح فين. يبقى ده محتاج ان انا يكون القمر ثابت طول الوقت، فده بنسميه كده الجيوسينكرونس ثابت بالنسبه للنقطه دي نتيجه ان هو بيلف بنفس سرعه دوران الارض، فده كده اللي هو الجيوسينكرونس. النون جيوسينكرونس ان هو بيتغير البوزيشن بتاعه طول الوقت، فده محتاج ان يبقى في عندي تراكنج. طيب التجارب او الاكسبرمنتيشن على الاثنين دول، فهلاقي ان انا عندي في النوع الاولاني اللي هو النون جيوسينكرونس ده عندي تو سيريز من الساتلايتس كانوا بيعملوا عليهم اختبارات اللي هي التلستار والريلي. دول الاثنين بروجرام او اتنين سيريس اوف ساتلايتس كانوا بيشتغلوا عليهم. يبقى الاوبجكتيف بتاعهم ان انا بتست الترانسميشن اوف تلفزيون تليفون داتا عن طريق الجيوسينكرون نون جيوسينكرونس كوميونيكيشن ساتلايت. النوع الثاني اللي هو الجيوسينكرونس، وده كان بدايه نوع مهم جدا من الاقمار الصناعيه اللي هي الجيوسينكرونس ساتلايتس اللي هي بتقدر تديني كفرج 24 اور، وكان اول واحد من السيريز دي اللي هو كان اسمه سينكم دي اللي هو اختصار سينكرونس كوميونيكيشن ساتلايت. دي سيريز كده من الساتلايت اللي حاولوا ان هم يطلقوها. اول واحد فيهم اللي هو سينكم 1 ده اللانشنج بتاعه فيل، لكن الثاني اللي هو سينكم 2 ده اطلقوه سنه 63، وده كان اول اوبريشنال جيوسينكرونس كوميونيكيشن ساتلايت. وده استخدموه عشان يعملوا بس للافتتاح بتاع دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو سنة 63. ده سينكام 2، وده كان أول بث تلفزيوني الناس تشوفه باستخدام الأقمار الصناعية، وده اللي هو صورته قدامكم موجودة بالشكل ده. يبقى احنا بنتكلم من سنة 1955 وصلنا لسنة 1923، في سنين حصل اكسبرمنتيشن ضخمة جدا على موضوع الأقمار الصناعية ولسه مستمرة بسيريز مختلفة. طيب المرحلة اللي بعد كده بدأ إن إحنا في سنة 64 تم تأسيس حاجة بنسميها International Telecommunication Satellite Organization Intelsat. دي منظمة مسؤولة عن عملية عمل الأقمار الصناعية على المستوى الدولي. Intelsat دي تأسست سنة 64، ودي كانت ميجور مايلستون في استخدام الأقمار الصناعية،
وبدأوا إن هم يطلقوا أول قمر صناعي اللي هو بيسموه الإنتل سات 1. إنتل سات 1 ده أول واحد، أو أحيانا كانوا بيسموه الإيرلي بيرد، هو كان ليه اسمين. طيب ده مهم ليه؟ ده مهم لأنه كان أول كوميرشال كوميونيكيشن ساتلايت، أول جيوسينكرونس ساتلايت يستخدم استخدام تجاري، وده الولايات المتحدة اللي أطلقته سنة 65. والإيرلي بيرد ده كان بيعتمد في الشغل بتاعه على السولار سيلز مش على البتري، فكان بيعتمد إن هو يشتغل لما بالباور الريسيفد من السولار سيلز بتاعته. طيب عملوا بيه الأخ ده بقى؟ ده كان بيبروفايد 240 قناة تليفون سيركتس فور كونكتيفيتي بتوين أمريكا الشمالية وما بين أوروبا. يبقى ده كده كان أول استخدام تجاري اللي هو الإيرلي بيرد أو الإنتل سات 1، وأتبعوه بمجموعة من الأقمار الصناعية الأخرى، اللي بدأ عصر استخدام الأقمار الصناعية بصورة تجارية وصورة علمية كبيرة. وده الرحلة بتاعت الهيستوري بتاعت الأقمار الصناعية حتى الآن. أنا أكتفي بالأجزاء دي من الهيستوري. الكلام ده هتلاقوه في الشابتر رقم 1 في الكتاب الأول اللي أنا ذكرته في المراجع. أجيبهولكوا تاني عشان تبقوا عارفين إحنا جبنا الكلام ده منين. الكلام اللي انا قلته ده هتلاقوه كله في الشابتر الاولاني اللي هو ساتلايت تكنولوجي برينسيبلز اند ابلكيشنز، وهتلاقوه مرفوع على الجروب بتاعكم. اشكركم، واللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على الايميل، وانا موجود في الكونتاكت اورز بتاعتي، تقدروا تقولوا يوم الثلاث اي وقت طول اليوم. وشكرا للاستماع، وارجو الناس تذاكر لان الترم بيسرق، فمش عايزين الناس تنام. شكرا ليك.